يحضر قمتهم الافتراضية ويهنئهم على نجاحها ويفتح أبوابا جديدا أو جديدة من التعاون بين بكين وأفريقيا. الرئيس الصيني خاطب قادة القارة في قمتهم 34، تفاءل بالتنسيق الحالي وتمنى نجاح منتدى التعاون الصيني الإفريقي المقبل. وخلف ذلك دوافع جيوسياسية تنظر إليها واشنطن وموسكو بعين الريبة والقلق، أما بكين فترها حقا مشروعا في واحدة من أغنى قارات العالم. أهلا بكم إلى برنامج الرابط. مع استمرار أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في 34، نتساءل ما أبعاد المشاركة الصينية على صعيد الاستثمارات والدعم الاقتصادي الذي تقدمه بكين للقارة الأفريقية، وأي نفوذ تسعى الصين للحصول عليه داخل أفريقيا في مواجهة خصميها التقليديين واشنطن وموسكو. الرئيس الصيني يخاطب الزعماء الإفريقيين في قمتهم ويذكرهم بأهمية التعاون مع بلاده في مختلف المجالات، فالصين ساعدت إفريقيا لتجاوز وباء كورونا وساعدتهم أكثر في المجال الاقتصادي. يجتمع قادة إفريقيا افتراضيا في قمة، فيتحين رئيس الصين الفرصة ويخاطبهم برسالة يذكرهم بأهمية التعاون مع بلاده التي وقفت إلى جانبهم لمواجهة وباء كورونا. هي الصين ذاتها، يقول رئيسها، التي حققت مع القادة الإفريقيين تقدماً في مختلف المجالات. لم يذكر الرئيس الصيني المجالات تلك، لكنها معروفة، فالإفريقيون يرون الصين في قارتهم تقريباً أينما اتجهوا. منذ تسعينيات القرن الماضي بدأت أنظار الصين تتجه إلى أفريقيا، تبنت ما يعرف بسياسة الباب المفتوح التي تسخر الدبلوماسية لتأسيس علاقات تجارية وأمنية وتقنية. استثمرت مليارات الدولارات، تحولت إلى أكبر شريك تجاري للأفريقيين، أسست بنى تحتية، عبدت طرقات ومدت سككا حديدية. يعتز الصينيون بعلاقتهم مع الإفريقيين، عبروا عن ذلك في عدة منتديات مشتركة ستكون آخر نسخة منها في السنغال خلال العام الجاري. بالنسبة لكثيرين، الصين لا تريد سوى ثروات إفريقيا الزاخرة بكثير من المعادن والنفط، فهي تحصل حتى الآن على 9% من هذه الثروات. تتنبه واشنطن للخطر الصيني هناك، وتقول خارجيتها في عهد ترامب إن بكين تحولت إلى دفتر شيكات للدول الإفريقية لإغراقها بالديون، فجيبوتي وحدها تدين بمليار دولار للصين. تستشعر واشنطن الخطر أكثر. توجه وزارة التجارة الأمريكية عام 2019 بتخصيص 60 مليار دولار للاستثمار في الطاقة الإفريقية، لكنهم يقررون تخفيض تواجدهم العسكري فيها. على العكس يعمل الروس الذين يدخلون إلى القارة من بوابة بيع السلاح والتدريب العسكري. واقتصاديا للروس أيضا تحرك على مستوى رئيس البلاد. بوتين اجتمع مع نظرائه الإفريقيين في منتدى سوتشي الاقتصادي الذي عقد عام 2019 لبحث أسس تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. علناً لم ينزعج الصينيون من كل هذا، فهم ماضون بحجز موقعهم في قارة تحولت إلى ساحة لصراع نفوذ اقتصادي تشير أرقامه لتقدم الصين. وقبل بدء النقاش أذكر بسؤالي حلقة اليوم. مع استمرار أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، ما هي أبعاد المشاركة الصينية على صعيد الاستثمارات والدعم الاقتصادي الذي تقدمه بكين للقارة الإفريقية؟ وأي نفوذ تسعى الصين للحصول عليه داخل أفريقيا في مواجهة خصميها التقليديين واشنطن وموسكو؟ أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة عبر الأقمار الصناعية السيد عماد الأزرق، رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث. وأسألك ضيفي بداية، لو نتطرق للبيان أو الكلمة التي وجهها الرئيس الصيني، هذه الرسالة التي وجهها إلى القادة الأفارقة، ما الذي يوجد في طياتها وما المقصود من هذه الرسالة؟
بداية أهلا ومرحبا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني الرسالة التي توجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القادة الأفارقة هي رسالة تذكيرية بحجم التعاون وطبيعة التعاون ما بين الجانبين الصيني والإفريقي، وتأكيد على الموقف الصيني الداعم للقارة الإفريقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية. لا شك أن يعني الصين تخطو خطوات كبيرة نحو القارة الإفريقية، والعلاقات بين الجانبين تزيد تعززا وتوطيدا، خاصة منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني الإفريقي فوكاك عام 2000. وخلال 20 عاما الماضية تنمو العلاقات ما بين البلدين بشكل مضطرد جدا، والصين تؤكد في كل يوم على أهمية هذه العلاقات وعلى حرصها على زيادة هذه العلاقات تأكيدا وتوطيدا في مختلف المجالات، وخاصة المجالات الاقتصادية والتنموية، وكل يوم ترسل برسائل المختلفة إلى القادة الأفارقة والشعوب الأفريقية على أن العلاقات ما بين البلدين هي علاقات شراكات وعلاقات تعاون، تهدف إلى تحقيق المكاسب المشتركة والأرباح المشتركة للجانبين، وليست علاقات للاستغلال أو استنزاف القدرات كما تقوم بعض الأطراف الدولية الأخرى. وبالتالي الرئيس الصيني لا يفوت أي فرصة لمخاطبة القادة والشعوب الأفريقية للتأكيد على مثل هذه العلاقات وتوطيد هذه العلاقات، وخاصة هو يدرك أن القارة الإفريقية يعني تخرج من عام صعب جدا، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا والتداعيات التي عانت منها جميع دول العالم وبما فيها الدول الإفريقية وتأثيراتها الاقتصادية والتجارية والتنموية. الرئيس الصيني أكد في رسالته على استمرار الصين في مد يد العون للدول الإفريقية وتحقيق الأهداف التي وضعها الجانبين، سواء خلال القمة قمة 2018 أو خلال القمة الاستثنائية التي عقدت العام الماضي والتي كانت خاصة بالتعاون الصحي والتعاون في مجال الوقاية من الأوباء والفيروسات والأمراض. كل ما تفضلت به سيد عماد ما هو إلا مؤشر على اهتمام الصين المتزايد بالقارة السمراء. برأيك ما هي الطموحات التي تسعى الصين إلى تحقيقها في تلك الرقعة الجغرافية؟ بالتأكيد القارة الإفريقية هي قارة بكر للغاية، والبعض يرى أو الكثيرين يرى أن القارة الإفريقية يمكن أن تلعب دورا مهما كقاطرة لتحقيق النمو العالمي، خاصة وأن العالم حقق ما يشبه إلى حالة الاكتفاء أو حالة التشبع، خاصة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وبالتالي القارة الإفريقية هي قارة بكر تحتاج إلى مئات التريليونات من الدولارات للاستثمار فيها وإقامة المشروعات والاستثمارات المختلفة. وبالتالي الجميع عاد يعني تقييم هذه القارة من جديد ويوجه نظره إليها ويضعها في مجاله الاهتمام الحيوي لاهتماماته، خاصة الصين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأوروبية تحاول إعادة اكتشاف القارة الإفريقية واستغلال هذه الثروات. ولكن القارة الإفريقية هي التي تحدد مع من تتعاون وبأي شكل تتعاون، والصين تسعى دائما إلى تقديم نفسها إلى القارة الإفريقية ليست كطرف استغلالي ولكن كشريك أساسي. كل الرسائل التي تحرص عليها وخاصة ما أكد عليه الرئيس شي جين بينغ في القمة الأخيرة من تأكيده على اللقاءات الخمسة، وهي لا للتدخل في الشؤون السياسية للدول الإفريقية، لا لفرض نموذج أو طرق تنموية معينة، لا لربط المساعدات الصينية بأي شروط سياسية، لا لمحاولة استنزاف القدرات الصينية الإفريقية عفوا، أو وأخيرا لا لفرض نموذج سياسي معين أو ربط المساعدات بشروط سياسية. وبالتالي هذه التأكيدات الصينية المتكررة والتي يحرص القادة الصينيون على إرسالها. هل تعتقد أن هذه اللقاءات التي ذكرتها هي مجرد شعارات فضفاضة؟ وبالتالي ربما الصين تنفذ سياسة القوى الناعمة.
يعني الذي يحكم بذلك هي الدول الافريقيه التي يعني من خلال تقييمها لعلاقاتها مع الصين. لا شك ان العلاقات الدوليه ليست علاقات مجتمع مدني او ليست لا تقوم على الشؤون الاجتماعيه، وانما هي علاقات مصالح في الاساس، وكل طرف هو الذي يقيم حجم مصالحه التي يمكن ان يحققها من علاقاته بالطرف الاخر. القاره الافريقيه ترى في الصين شريك، للاسف لا تراه في الاطراف الاخرى التي يعني هناك بعض الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تشكك في التوجه الصيني تجاه أفريقيا، وخاصة فيما يعرف بكمين الديون أو فخ الديون الذي هذا يعني أمر ربما سنناقشه، ولكن هذه الدول لم تقدم بديل الحلقة. لم تقدم بديل. نعم نعم، هذا القسم سنناقشه في قسم آخر في من الحلقة. أود أن أتطرق إلى مسألة نظرية القوة البحرية التي لطالما تسعى الصين إلى تنفيذها في المنطقة الإفريقية. برأيك هل نجحت في تنفيذ هذه النظرية؟ يعني هي الصين يعني تخطو خطوات بطيئة ولكن خطوات مستمرة، هي يعني خطت خطوات في هذا الاتجاه ولكنها لم تصل إلى نهاية الهدف أو تحقيق الهدف بالكامل الذي تسعى إليه، خاصة بعد تأسيس قاعدة بحرية في جيبوتي، وأصبح للصين تواجد في هذه المنطقة المهمة جدا من العالم. هو صحيح هذه القاعدة هي قاعدة إدارية تستهدف دعم القوات الصينية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب التي تقوم على مكافحة الإرهاب ومكافحة الإرهاب وحماية طرق التجارة العالمية باعتبارها من أهم طرق الحيوية للتجارة العالمية، ولكن هي أوجدت لنفسها مكان في هذه المنطقة الحيوية من العالم. ربما تسعى إلى أفهم من كلامك أنه الصين لم تستطع ربما التوازن بين أمنها المائي والتنمية الاقتصادية التي تود تحقيقها في المنطقة الإفريقية؟ يعني خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي لعدد من الدول القارة الإفريقية في الشهر الماضي، يعني قدم 7 أهداف تسعى الصين إلى تحقيقها في القارة الإفريقية، من بينها أفريقيا الآمنة والتي تتلخص هذا الهدف في من خلال دعم الصين في دعم قدراتها الدول الإفريقية العسكرية والأمنية بهدف حماية حدودها وحماية إمكانياتها وقدراتها، وربما هذا يفتح المجال أمام وجود تعاون عسكري صيني أفريقي في مختلف المجالات، ومنه بطبيعة الحال المجال البحري. الصين لا شك لها يعني استثمارات هائلة في القارة الإفريقية. نعم. ولديها مشروعات هائلة في القارة. نعم. الإفريقية. سيد عماد الأزرق ابقى معي، سننتقل إلى قسم آخر من برنامجنا، برنامج الرابط. إذن علاقة وطيدة تجمع بين الصين وأفريقيا في مجالات مختلفة، حرصت بكين على تأكيدها في محافل عدة. إذن أستكمل نقاشي مع السيد عماد الأزرق من القاهرة، رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث. سيد عماد، برأيك يعني هذا تسارع الخطوات، مع أنك أنت وصفتها بالبطيئة، ولكن كل هذا الاهتمام المتسارع للصين تجاه المنطقة الإفريقية، هل يؤشر إلى منافسة مع أقطاب أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أيضا؟ يعني بالتأكيد القارة الأفريقية كما ذكرت هي قارة بكرة تمتلك إمكانيات وقدرات هائلة، الكثير من دول العالم
الكبرى والقوى الكبرى تسعى لاستغلال هذه القدرات، كما أنها أيضا هذه الدول تنظر إلى أفريقيا باعتبارها منطقة أو مناطق نفوذ لها، سيكون لها حسابات كثيرة في خلال يعني إذا ما جاء في وقت ما مواجهات أو ما حدثت مواجهات متوقعة ما بين هذه القوى لحسم قيادة العالم أو طبيعة النظام الدولي. وبالتالي كل دولة من هذه الدول سواء الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا أو الاتحاد الأوروبي يسعى إلى وضع يده في هذه أو على هذه القارة الإفريقية في مختلف الوسائل، ومن بينها المجال الاقتصادي أو التنموي أو المساعدات الاقتصادية، وكذلك أو محاولة أو التواجد العسكري أو التسليح. كل هذا يؤكد على أن يعني هذه المنطقة هي مناطق ربما تشهد صراعا ما بين هذه الدول المختلفة. طيب، هذا الصراع الذي تتحدث عنه برأيك ما هو مستقبله في الوقت اللاحق؟ وأيضا ربما أو يمكننا التساؤل أيضا إلى متى ستبقى القارة الإفريقية مساحة لهذه الصراعات الدولية؟ هل تسمعني سيد عماد؟ سيد عماد هل تسمعني؟ يبدو أن السيد عماد لا يسمعنا في هذه الأثناء، ربما سنعاود لاحقا التواصل معه. النقاش إذن مشاهدينا لا يزال مستمرا، نلقاكم بعد قليل. مجددا أهلا بكم. هي ثالث أكبر مستورد للنفط الإفريقي وثالث أكبر شريك تجاري للقارة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. الصين وإفريقيا علاقات اقتصادية آخذة بالنمو منذ سنوات. منذ عام 2014 تضاعف حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا ليصل إلى حوالي 222 مليار دولار. الجدير الذكر هو أنه في عام 2012 قدمت الصين قرابة 30 مليار دولار كقروض تفضيلية لعدد من البلدان الإفريقية لدعم نمو مشاريع عدة من ضمنها الزراعة ومشروعات الطاقة. كما أنشأت الصين بين عامي 2001 و2009 صندوق التنمية الصيني الإفريقي بقيمة 605 مليارات دولار، وألغت الصين ديون 35 بلدا إفريقيا من بين الأكثر استدانة تجاوزت قيمتها الكلية 3 مليارات دولار. تملك الصين حوالي 1043 مشروعا في إفريقيا وأكثر من 2500 شركة في أكثر من 50 بلدا ومنطقة، إضافة إلى أنها قامت ببناء 2233 كيلومترا من الخطوط الحديدية، بينها خط حديدي في كينيا للربط بين بلدان شرق إفريقيا. أرحب من جديد بضيفي من القاهرة عبر الأقمار الصناعية السيد عماد الأزرق، رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، وأيضا من مدينة شين يانغ الصينية سينضم إلينا عبر سكايب الدكتور جاد رعد، الأكاديمي والخبير الاقتصادي والباحث في الشؤون الصينية. أبدأ معك دكتور جاد، يعني لو تحدثنا بالأرقام عن حجم الاستثمارات الصينية في إفريقيا وأيضا ما مؤشرات هذه الأرقام على السوق الإفريقية؟ يعني كونكم بدأتم بالحديث عن مواجهة كورونا كوفيد 19، مثلا للتذكير فقط أن الأرقام في الدول التي تحصل على دعم صيني مباشر، نسبة الذين تعافوا من كوفيد هي بين 90 و80%، وبالتالي يعني نسبة الوفيات هي 10% أو ما دون ذلك، في حين نرى هذه النسبة في الدول المحسوبة سياسيا على الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مثلا أريتريا التي لطالما تصارعت عليها الدول الغربية. دكتور جاد، لو تسمح لي فقط بتعديل الصورة، صورتك مباشرة على الهواء. عفوا. نعم.
إذن أنت مجددا معنا، تفضل. نعم، يعني بخصوص التعافي من مرض كوفيد 19، لطالما يعني في كل الأمراض وفي كل العالم الدول الأشد فقرا عادة ما تفتك بها الأمراض أكثر من الدول الأشد الأكثر غنى. أما حاليا إذا رأينا إحصاءات كوفيد 19 والتعافي منه، فنحن نرى أن الدول التي لطالما ننظر إليها أنها الدول الأشد فقرا، كل يعني كل الدول التي ذكرتم حيث هناك مشاريع صينية نراها نسبة تعافي بين 80% كحد أدنى، وممكن في بعض الأحيان في بعض الدول 90%. ولكن لماذا تتطرق لهذا الموضوع وما علاقته بالاستثمارات وحجم الاستثمارات الصينية في السوق الإفريقية؟ لأن بحسب وجهة النظر الصينية، البنية التحتية والمجتمع السليم المتعافي هو أفضل ما يمكن من أجل بناء ما تسميه الصين أو ما يسميه الرئيس الصيني مصير إنساني مشترك، وبالتالي البيئة الصحية السليمة هي أحد ركائز هذا البناء المشترك، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية. وبالتالي عندما حصلت أزمة كوفيد في العام الماضي، ساهمت الصين بدعم هؤلاء المواطنين الأفارقة في بلدانهم من أدوية ومن لقاحات ومن الاستفادة من فيروس كوفيد 19 لتسريع التعافي، ورأينا أرقام محققة في بلدان فقيرة عادة ما ننظر إليها على أساس أنها دول أكثر فقرا، نرى فيها أرقام في مسألة كوفيد 19 أفضل بكثير بأصوات من تلك المحققة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني هذا جزء من نظرة الصين أو من التوجه الصيني. يضاف إلى ذلك مثلا أن تكون دول معينة مثلا غامبيا لطالما عانت من الفقر الشديد، ورأيناها بين الليلة وضحاها تحصل على مشاريع معينة مثلا نوعية خبز وكميات خبز لم تشهدها دولة أفريقية من قبل، أو مثلا أن تكون إحدى الدول الأفريقية يعني مثل غامبيا والدول المجاورة لها أن تكون قادرة على تصدير أو بيع الكهرباء إلى دول أخرى مجاورة. وبالتالي يعني هذا إذا ما قررناه بالدول الغربية أو بين المتعارف عليه في التقدم ومصادر الطاقة، عندما نرى دولة فقيرة مثل غامبيا أو أي من جيرانها تستطيع الحصول على المواد الأولية بالتغذية بشكل دائم ومستقر، وتستطيع بيع طاقة كهربائية إلى دول أخرى مجاورة، فهذا يعني هذا يعني يا ريت لو حصل عليه الدول العربية في شمال أفريقيا لكانت حالهم أفضل من الوقت الحالي بكثير. دكتور عماد، لو تحدثنا أيضا عن الشركات الصينية المسيطرة على السوق الإفريقية، ما هي طبيعة هذه الشركات؟ وأيضا ما رأيك أو ما هي المؤشرات بالنسبة لأرقام النمو التي حققتها على الأقل في السنتين الأخيرتين؟ بالتأكيد الصين تتواجد في القارة الإفريقية وفي دول القارة الإفريقية في الكثير من المجالات، وبالتالي الشركات التي تتواجد في القارة الإفريقية هي شركات مرتبطة بمجالات التنمية التي تحتاجها الدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، مجال الكهرباء، السكة الحديد، الطرق، المياه، تحلية المياه، شق الطرق والقنوات، كل هذه يعني المجالات تتواجد الشركات الصينية فيها بقوة. محطات توليد الطاقة سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة النظيفة، كل هذه البترول، كل هذه المجالات تتواجد فيها الشركات الصينية بقوة في القارة الإفريقية لتعظيم الاستثمارات فيها وتحقيق أهداف القارة الإفريقية أو الدول الإفريقية في التنمية. فقط أنا أريد أن أشير إلى أن الصين خلال العام يعني في نهاية 2020 قررت إعفاء 12 دولة من فوائد الديون المستحقة عليها، و15 دولة إعفاء 15 دولة أخرى من الديون المستحقة أن تدفعها في 2020 كبادرة لمساعدة الدول الإفريقية في تجاوز يعني جائحة كورونا خلال هذا
العام. أود أيضا أن أشير إلى أن يعني الصين تتواجد في القارة الأفريقية بناء على طلب الدول الأفريقية، لأن الدول الأفريقية تحتاج بشدة إلى يعني الاستثمارات الصينية أو إلى الشركات الصينية والخبرات الصينية في تحقيق أهداف أهدافها التنموية بعد أن غادر الاحتلال الأوروبي هذه الدول الأفريقية وتركها يعني بعد أن استنزف كل ثرواتها وخيراتها دون أن يقدم لها أي مساعدات، وكذلك بعد أن استنزفت الولايات المتحدة الأمريكية ثرواتها البشرية التي استخدمتها في بناء الولايات المتحدة الأمريكية من خلال السود الذين قاموا ببناء الولايات المتحدة الأمريكية. الصين الآن تحاول أن تقدم يعني أو تساعد من خلال رؤيتها، سواء توافقت هذه الرؤية مع الدول الأفريقية أو اختلفت معها، فالمحدد يعني أن الصين رغم سياسة المساعدة التي تتحدث عنها إلا أنه هناك طبعا استغلال لموارد الموارد الطبيعية المتوفرة في الاتحاد، في دول الاتحاد الأفريقي. دكتور جاد، برأيك كيف تستغل الصين هذه الموارد الطبيعية المتوفرة في القارة السمراء، وكيف أيضا تستثمر هذه الموارد من أجل تضخيم أو زيادة نموها الاستثماري في المنطقة؟ يعني بهذا الأسلوب نحن نقارن أو نشبه الصين بما فعلته الدول الغربية، ولكن يعني ليس هذا بطبيعة حال علاقة الصين. الصين عندما تتعامل مع الدول الأفريقية، الصين تتعامل على مبدأ رابح رابح وعلى أساس مصير مشترك للإنسانية. موارد أفريقيا الطبيعية هي لا شك أنها قيمة جداً، ولكن كما ذكرتم الموارد الغنية فعلا التي ممكن أن تقدم دفعا كبيرا للاقتصاد أو لصناعة معينة سبق وتم استنفد خلال قرون وعقود، وبالتالي أفريقيا اليوم ما زال فيها العديد من الموارد الطبيعية، ولكنها ليست بالموارد التي ممكن أن تؤثر على تغيير أو حجم الاقتصاد الصيني. وبالتالي ما تقوم به الصين اليوم في أفريقيا هو ليس قنصا لموارد، هو ليس اقتناص من موارد أفريقيا الطبيعية، إنما هو لتأسيس ما يشبه منظمة أو مجموعة تبادل اقتصادي للخروج من تحت من الهيمنة الأمريكية خاصة. لأن مبدأ أن يتحكم الدولار بسعر عملات أخرى أدى إلى خراب كبير، تسعى الصين إلى إعادة ترتيب النظام العالمي من جديد. نعم، وفق الأرقام، لو تحدثنا بالأرقام لا شك أنه الصين تستفيد من أرباح هائلة وطائلة. دكتور عماد، برأيك هل الاقتصاد الإفريقي اليوم يستفيد من هذه الاستثمارات الصينية، وما مردود ذلك على منتوجه؟ بالتأكيد أعمال التنموية الكبيرة التي تنفذها الصين في القارة الأفريقية نقلت كثير من الدول الأفريقية نقلات كبيرة جدا، سواء من خلال المشروعات التنموية أو مشروعات الطاقة أو مشروعات البنية التحتية، وجعلت الكثير من دول القارة الأفريقية أصبحت مؤهلة لتتحول إلى مواقع اقتصادية وتنموية كبيرة للغاية. ويعني إذا كانت الصين يعني تستفيد من ذلك فبالتأكيد يعني الصين لابد أن تستفيد من ذلك، ولكن المهم هو أن يستفيد الدول الأفريقية الأخرى من هذا التوجه التنموي. يعني أنا أتصور أن الصين يعني يمكن أن تلعب دور كبير، وخاصة بعد أن اتفق الجانبين على توقيع أو بعد أن وقع عن الاتحاد الأفريقي والصين على اتفاقية تآخي وتآزم ما بين مبادرة الحزام والطريق وأجندة أفريقيا 2063، وأتوقع أن المشروعات التنموية التي تنفذها الصين يمكن أن تخدم أجندة 2063 يعني بقوة كبيرة، وهي توفر الكثير من الخبرات وتوفر الكثير من مصادر التمويل لهذه القوة. أنا يعني أتمنى، والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تتحدث عن ما يسمى بفخ الديون، وهي ربما يكون لديها حق في ذلك أو تخوف في ذلك. بسبب ضيق الوقت أنا مضطرة أتمنى على هذه الدول أن تطلق مبادرة لإعفاء الدول الأفريقية من الديون الأمريكية
الأمريكية والأوروبية، وبالتالي تضع الصين في موقف حرج وتضطر. سنأتي إلى هذا الأمر في القسم الأخير من حلقة الرابط. ابقى معي ضيفي من القاهرة وأيضا ضيفي من بكين في لننتقل إلى قسم آخر. في يونيو الماضي تحديدا كان الرئيس الصيني قد أعلن عن إعفاء دول إفريقية من سداد قروض مستحقة بنهاية 2020. الرئيس الصيني في ذلك الوقت تعهد بأن تكون الدول الإفريقية من أوائل المستفيدين من اللقاح الصيني، وهذا ما قد بالتالي أصبحت الصين أكبر ممول لمشروعات البنية التحتية في إفريقيا من خلال مؤسسات مثل بنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك الصين للتنمية، والتي تمول نحو 20% من المشروعات الكبرى في القارة بحسب مؤسسة ديلوت للاستشارات الاقتصادية. وبحسب تقديرات معهد كيل الألماني للدراسات الاقتصادية، فإن نصيب الصين من ديون القارة الإفريقية الآن أصبح يزيد عن إجمالي نصيب صندوق النقد والبنك الدوليين ودول نادي باريس مجتمعة. استكمل هذا النقاش مع ضيفي الكريمين، وأعود لضيفي من القاهرة السيد عماد الأزرق. برأيك سيد عماد، إلى أي مدى استطاعت الصين اليوم لعب دور الكماشة من أجل تحديدا كما ذكرت دبلوماسية فخ الديون على الاتحاد الإفريقي؟ يعني هناك هذا الوضع هو الذي فرض على الصين والدول الإفريقية مثل اللجوء إلى هذا يعني التوجه، خاصة أن الدول الإفريقية لديها طموحات تنموية كبيرة، لديها رغبات في إحداث تغيير كبير والنهوض بشعوبها وبدولها، ولكن في نفس الوقت ليس لديها الإمكانيات والقدرات أو الخبرات والكفاءات التي تؤهلها لذلك. الدول الأوروبية والغربية لم تقدم لها بديل أو لم تتقدم إليها إلا بعد أن أصبحت الصين شريكا كبيرا ومتواجدا بقوة في الدول الإفريقية، وانتبهت إلى خطر تواجد الصين وتنظر إلى الصين باعتبارها يعني أو تحاول أن تصور الصين باعتبارها محتل جديد بصورة جديدة للدول الإفريقية. السؤال الذي يفرض نفسه هو ما هو البديل أمام الدول الإفريقية إذا لم تتعاون مع الصين؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ستقدم لها بدائل أفضل من الصين؟ هل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ستقدم لها ستقوم بتوطين التكنولوجيا الغربية في الدول الإفريقية وتمكن الدول الإفريقية من النهوض بإمكانياتها وقدراتها؟ ما طبيعة هذه القروض التي تمنحها الصين اليوم للدول الإفريقية، وما طبيعة الشروط التي تضعها في المقابل؟ بطبيعة الحال القروض التي تقدمها الصين هي قروض خاصة بالبنية التحتية، خاصة بالربط ما بين الدول الإفريقية بعضها البعض في إطار ما يعرف بإفريقيا مترابطة بهدف يعني تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات الإفريقية. بعض الدول الصينية ربما تكون دولتين جارتين، وحتى يعني ولا يستطيع التواصل مع بعضهما البعض إلا من خلال طرف أوروبا، الذهاب إلى أوروبا ثم العودة مرة أخرى إلى الدول الأخرى، وبالتالي الدول الإفريقية عانت كثيرا من عدم وجود روابط أو اتصالات في البنية التحتية، سواء عن طريق الطرق أو القطارات أو الربط السككي أو غيرها من وسائل الربط أو حتى المطارات. سيد عماد، دعني أتحدث مع الدكتور جاد عن انعكاسات هذه القروض على مستقبل الدول الإفريقية بما أنه هي أصبحت دول مستدينة. يعني أنا لا أعتقد أنه من الموضوعية أن نقارن ما تقوم به الصين ما اعتدنا أن نراه من الدول الغربية في أفريقيا. الصين تقوم بتقديم هذه الديون أو تقديم هذه القروض للدول الأفريقية، ولكن الصين بسياستها العامة من نفوذ ومن سياسة ومن اقتصاد، الصين لا تسعى لأن تكون الصورة رقم 2 عن الولايات المتحدة الأمريكية، ليست نسخة عن أي دولة أخرى. الصين تتحدث إلى العموم وتتحدث إلى الخاص باللهجة وبالمضمون ذاته. الصين تريد بناء نظام عالمي اقتصادي إنساني لا تحكمه أحادية أمريكية ولا غير أحادية ولا غيرها، وبالتالي الصين لن
تنهي عن أمر معين وتقوم بمثله. الصين تريد العمل بمبادئ، يعني الصين بالتالي تريد فرض سياستها الدولية العالمية. سياسة الصين العالمية هي أن يكون هناك نظام إنساني متماسك خارج أطر الأحادية، وبالتالي الصين هي أكثر من يحارب الأحادية والقطبية في السيطرة على العالم، وبالتالي الصين ليست بوارد أن تكون هي القطب القادم. وبالتالي يعني من أبسط الأشياء، إذا كان لدى الصين، يعني هي لا تسعى لأن تكون للتعددية القطبية، لتعددية الأقطاب. يعني لو كان بنية الصين أن تذهب باتجاه استعمال الديون لفرض شروط معينة على دول معينة، لماذا الذهاب إلى أفريقيا؟ يعني هناك دول أقرب إليها من أفريقيا لكانت قامت بتنفيذ هذه السياسات معها، مثلا باكستان أو الكوريتين وحاليا اليابان. يعني كلها دول تدور في فلك الصين، وخاصة دول مثل الكوريتين، كوريا الجنوبية واليابان، اللتين ابتعدتا عن التحالف الغربي، عن الحلف، عن التحالف مع الدول الغربية. باختصار يعني كيف تفسر لي هذا الاندفاع الصيني باتجاه الدول الإفريقية؟ الصين تقوم على مبدأ تاريخي منذ آلاف السنين، أن هناك بالعلم أو بالحكمة هناك أستاذ وهناك تلميذ، ولكن بالحياة بالممارسة اليومية الناس سواسية، وللجميع الحق بأن يكون لهم مستقبل آمن مع منزل ومع عمل ومع تربية ومع نظام استشفاء. وكون العالم تعرض للكثير من الظلم خاصة في أفريقيا، فأن الصين ترى أنها مع الوقت عندما أصبحت الصين أكثر قدرة على إحداث هذه التغييرات خارج حدود الصين، بدأت بهذه التغييرات من باب خدمة الإنسانية من أجل مصير مشترك، وهذا ما تحدث به الرئيس الصيني في كتبه وفي أحاديثه قبل أن يكون رئيسا للصين. هو عندما كان مسؤول في إحدى المناطق الريفية كان يتحدث بهذا الفكر، وهذا توجهه من يعني منذ الثمانينيات، وبالتالي عندما أصبح رئيسا لدولة اقتصادية. نعم، أنا مضطرة لمقاطعتك سيدي بسبب ضيق الوقت. أشكر ضيفي من مدينة شينيانغ الصينية، كان معنا الدكتور جاد رعد الأكاديمي والخبير الاقتصادي والبحث في الشؤون الصينية، أيضا كان معنا من القاهرة ضيفي السيد عماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث. شكرا جزيلا لكما. وقبل ختام النقاش نذكر بسؤالي هذه الحلقة: ما أبعاد المشاركة الصينية على صعيد الاستثمارات والدعم الاقتصادي الذي تقدمه بكين للقارة الإفريقية؟ وأي نفوذ تسعى الصين للحصول عليه داخل إفريقيا في مواجهة خصميها التقليديين واشنطن وموسكو؟ إذن انتهت حلقة الرابط وخلص ضيفي. إلى التالي، ضيفي من تشي يانغ يرى أن أفريقيا هي بأمس الحاجة إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الصين في ظل الأزمات التي تعانيها. أما ضيفي من مصر فيرى أن الاهتمام الصيني جاء بفعل الطلب الإفريقي وليس لذلك أي مكاسب سياسية أو توجه لأي تدخلات في شؤونهم. إذن نهاية الرابط لهذه الليلة، غدا ملف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.